السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض مقروط المقلة. هذه الوصفة كنت طلبتها مني بزاف، اليوم إن شاء الله رحين ننفذها مع بعض ورحين نشوفوا الطريقة الصحيحة باه نتحصل على مقروط يكون مرمل وأيضا ما يفتحش في المقلة مع اللون اللي راح يكون موحد لجميع الكمية. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا لأول مرة، نتمنى انضمامكم للقناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا ترك لنا تعليق إذا عجبكم الفيديو. مقادير وصفة اليوم، راح نحتاج 3 أكواب من السميد. عندي 2 كوب سميد يكون خشن والكوب الثالث يكون سميد متوسط، المجموع عندي حوالي 500 غرام. عندنا أيضا كوب من خليط الماء والمزهر، نصف الكوب راح يكون مزهر ونصف الباقي راح يكون ماء. عندي أيضا كوب من السمن اللي يكون ذايب. نحتاج أيضا كمية قليلة من الملح حوالي 4 غرامات. نحتاج نصف حبة من البيض و30 غرام من السكر الناعم. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. في الأول راح نرمل السميد مع السمن، يعني لاحظوا حبات السميد الخشن كيف هتكون. وراح نضيف كوب من السميد المتوسط، وراح نضيف الكمية تاع السمن. بالنسبة للسمن يكون بارد ولا يكون دافي، لكن ما يكونش سخون هكذا، يعني تقدروا تستعملوا السمن كي يكون دافي، ماشي لازم يكون بارد هكذا. وراح نشرب كامل السميد مع السمن. في الأول ندخل هكذا السمن مع السميد، من بعد راح نبدأ نحك فيهم هكذا. لازم نتأكد أنه السميد نتاعنا تغلف كامل بالسمن. يعني هكذا نبقى نرمل في الخليط حتى يتغير اللون تاع السميد وأيضا يتغير القوام تاع السميد مع السمن. لاحظوا القوام تاعو كيفاه يبدا يتعجن. كي نوصلوا لهذه المرحله نتوقف وراح نغطيه وراح نخلوه جانبا يرتاح حوالي ساعه، راح تكون كافيه. يعني السميد تاع المقروط ماهوش لازم نبيتوه، لكن اللي حاب يقوم بهذه المرحله في الليل ومع الصباح يعاود يكمل بقيه المراحل يعني عادي، لكن ماشي لازم نبيتو السميد نتاعنا. الان راح نعاود نغطيه وراح نخليه جانبا يرتاح حوالي ساعه. في الوقت اللي راه يرتاح فيه السميد راح نبدا نحضر في الحشو. بالنسبه للحشو راح نحتاج 2 كوب من اللوز اللي يكون محمص خفيف، يعني نخلو اللون تاعو اصفر ونطحنوه. عندنا هنا 100 غرام، اللي ما عندوش اللوز يقدر يستبدل هذه الكميه بالكاوكاو. واللوز تاعنا ما نطحنوهش رقيق بزاف، راح نضيف عليها ايضا 50 غرام من السكر. انتم إذا حضرتوا كمية كبيرة من اللوز، مثلا 1 كيلوغرام من اللوز أو 2 كيلوغرام من اللوز، الكمية تاع السكر دائما عودوا طحنوها كما تعودنا في الحلويات التقليدية. هنا عندي كمية قليلة بزاف، لذلك راني ما عودش طحنت الكمية تاع السكر. وراح نخلط هذو المقادير مع بعض ونضيف عليهم كمية من القرفة. في مقروط المقلة دائما الحشو لازم نستعمل فيه القرفة. نعمل الآن حفرة في الوسط، راح نضيف 1 صفار بيض وراح نكمل نطم الحشو باستعمال المزهر. في الاول نفتحوا هذاك الصفار مع المزهر مليح ونطموا الحشو نتاعنا. لاحظوا القوام نتاعو كيفاه يكون، يعني القوام يكون طري. الان راح نعاود نغطي على الحشو نتاعنا ونخلوه جانبا. هنا بعد مرور حوالي نصف ساعه لاحظوا القوام تاع السميد نتاعنا كيفاه يكون، يعني راه يظهر انه راه شارب، لكن احنا مازال ما عملنالوش كامل الماء. راح نضيف له الان الكميه تاع السكر الناعم اللي هو حوالي ملعقه ونصف هكذا، وراح نضيف ايضا الكميه تاع الملح. نعاود نخلط هذو المقادير مع بعض، وراح نضيف الكميه تاع البيض اللي هو نصف حبه، يعني حكمت الحبه تاع البيض ضربتها اديت النصف فقط منها هكذا. يعني في الواحد كيلوغرام تاع السميد تستعملوا حبه بيض كامله. وراح نضيف كميه ايضا من خليط الماء والمزهر، يعني الكمية تاع الماء والمزهر نضيفوها على مراحل، وما تنساوش بلي رانا استعملنا أيضا البيض، يعني ما راحش نستعمل كامل الكيلة. بالنسبة للطريقة تاع العجن، دائما نعجنوا فقط بالأصابع، يعني نحركوا فقط الأصابع تاعنا هكذا. نزيد له كمية أخرى فقط، هذا القدر هكذا راهو كافي. نعاود ندخلها كامل مع العجين. راح نعاود نغطي على العجين
وراح نخلوه جانبا يرتاح ما بين 10 دقائق الى نصف ساعه. انا راح نخليه يرتاح فقط 10 دقائق، لكن انتم من المستحسن انكم تخلوه يرتاح نصف ساعه. لو كان نبدا الان يعني نشكل في المقروط، يعني لاحظوا العجين تاعنا راه طري ونقدر نشكل المقروط تاعنا عادي، لكن في نفس الوقت ممكن السميد تاعنا مازال ما امتصش الكميه الكافيه من السوائل، وحنا السوائل استعملناها استعملنا الماء والمصهر وايضا نصف حبه من البيض، وما تنساوش ايضا الكميه تاع السكر، لان السكر لما يذوب راح يولي سائل، وفي هذه الحاله ما راحش نستعمل الكوب كامل من خليط الماء والمزهر. وايضا كما لاحظتوا يعني الوصفه فيها نسبه كبيره من الليديوم، يعني استعملنا كوب من السمن. اذا كان ايضا السميد ما امتصش الكميه الكافيه من الماء، يعني الكميه تاع السمنه راح تكون كبيره بزاف في العجينه، وهذا الشيء راح يخلي المقروط نتاعكم يفتح في المقله، او كاقل تقدير يخلي المقروط يكون مشقوق بزاف. وحنا باش نتفاداو هذا الخطا لازم نخلو العجين تاعنا يرتاح. بعد اللي ترتاح العجين راح نحدد اذا نضيفوا له كميه اخرى من السوائل او الكميه اللي استعملناها كانت كافيه. لذلك راح نخليه الان يرتاح حوالي 10 دقائق، من بعد ان شاء الله نكملوا بقيه المراحل. هنا بعد مرور 10 دقائق لاحظوا معنا القوام تاع العجين كيف هيكون متماسك. لاحظوا الان واش راح نعمل، راح نقسم هذه الكميه على ثلاثه هكذا. راح ناخذ اول كميه ونضيف لها كميه قليله فقط من خليط الماء والمزهر، ما تكثروش بزاف، كميه قليله راح تكون كافيه، ونعاود ندخلوها في العجين بهذه الطريقه هكذا. هذا القدر هكذا تاع الماء راهو كافي، نعاود فقط نطم العجين يعني لاحظوا القوام تاع العجين تاعكم كيف هيكون، يعني ما ديروهش طري بزاف هكذا. وراح نبدا نفتح فيه بهذا الشكل بسم الله، يعني دائما نزير على العجين في الآلة ونرمي للأسفل هكذا. نعاود فقط ندور الحربوش تاعنا بهذا الشكل ونعاود نفتح بنفس الطريقة. هذا القدر هكذا راه كافي، نعاود أيضا نفتح العجين تاعنا في الوسط ونبدا نطلع في الحواف بهذا الشكل، نزيد ايضا في الناحية المقابلة ونحكم كمية من الحشو اللي نكون خدمناها على شكل حربوش، نضغط عليه شوية فقط في الاسفل هكذا، ونبدا نغلق في العجين تاعنا بهذا الشكل. ونبدا نقوم بهذه الحركه، يعني حركه التموج باه ننزع العجين تاعنا، وفي نفس الوقت راح نزيد نمدلو ايضا الطول هكذا. لانه كان نبدا نخدم فيه مباشره على سطح العمل، يعني ندي ونجيب في الحربوش راح يبدا يلصقكم على سطح العمل وما تقدروش تخدموا المقروط نتاعكم، لكن بهذه الطريقه يعني راح يمد لكم الطول وراح يمد لكم العرض المناسب. اخر خطوه فقط لحين نقوم بها، يعني مره ولا اثنين فقط نقوم بهذه الحركه هكذا بهذا الشكل راهو كافي. في الاخير راح نبداو نقسمو بسم الله، يعني في الاول ما نميلوش الكوبات تاعنا بزاف، شويه فقط هكذا. وبالنسبه للطول نتوما تحكموا فيه، حبيتوا الحبه تكون شويه طويله او قصيره نعاود فقط ندخلوا هذو الجوانب. بالنسبه للطريقه اللي نرفعوا بها المقروط، لاحظوا دائما حطوا الكوبات في الاسفل، نرفع الحبه ونحطها مباشره على اليد، يعني كل واحد كيفاش يحب يفيني الخدمه تاعو. ونعاود نرد فقط الجوانب الاربعه، لاحظوا ها يعني لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. وبنفس الطريقه نحطوا فقط الكوبات في الاسفل، نرفعوها ونحطوها في صينيه اخرى، وهذه اخر وحده. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ان شاء الله ونرجع لكم. هنا بعد ما نكملوا نجهزوا المقروطه تاعنا كامل بهذا الشكل، نخلوه جانبا يرتاح حوالي نصف ساعه، يعني نخلو المقروطه تاعنا ينشف شويه. في هذاك الوقت نكون عملنا الزيت سخن، وراح نضيف مع الزيت كميه من السمن هكذا. قبل ما نبدا نقلي في المقروط دائما لازم نتاكد انه الزيت تاعنا تكون سخونه. راح نبدا الان نقلي بسم الله.
بالنسبه للنار اللي نقلو فيها المقروط لازم تكون النار متوسطه، يعني النار ما تكونش قويه بزاف وايضا ما تكونش هادئه، لانه لو كانت تكون النار ضعيفه بزاف يعني تخافوا المقروط نتاعكم ينفتح، وايضا كي تكون النار قويه بزاف يعني راح يتحمر لكم فقط من برا والداخل يعني ما يطيبش، لذلك النار تاعكم لازم تكون متوسطه. هكذا نعاودوا نقلبوه فقط. هذا القدر هكذا راه كافي وراح نبدا نصفي فيه. شوفوا ما شاء الله اللون تاعو كيفاه يكون. في الاول لازم نصفوه ونخلوه يقطر حوالي دقيقه او اثنين فقط، من بعد راح نبدا نعسل فيه هكذا، وراح نكمل نقلي الكميه اللي بقات لي بنفس الطريقه. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه، يعني كما راكم تلاحظوا المقروط تاعنا يبقى محافظ كامل على الشكل تاعو وما ينشقش، وأيضا الكمية اللي استعملناها تاع 600-500 غرام راح تمد لكم حوالي 15 حبة من المقروط. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعو كيف يكون عن قرب. راح نقسم واحدة بسم الله، يعني لاحظوا بمجرد نحطوا الأصابع تاعنا ما شاء الله لاحظوا كيف يتفتت ما شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.